اولا يعني ما فيش حاجه اسمها لعيبه اهلي ولاعيبه نادي اخر، كلنا هنا منتخب واحد وكلنا هنا راجل واحد على قلب بعض وكلنا شايلين المسؤوليه مع بعض. واكيد طبعا احنا عملنا 3 ماتشات كويسه، بس كانت بتواجهنا سوء حظ شويه في المجموعات، ودي طبعا بتدينا دافع لدور الـ16 ان احنا نركز بشكل اقوى ونستعد بشكل اقوى. وان شاء الله انا زي ما قلت يعني ما يعني في المجموعات حصل مفاجآت كتير وفي فرق كبيرة ما كملتش، فده يبين لك ان ما فيش فرقة سهلة زي ما الكوتش قال، ما فيش فرقة سهلة في البطولة. وان شاء الله بإذن الله قدامنا ماتش قوي بإذن الله نقدر نعديه ونتأهل للدور اللي بعديه بإذن الله.